لقاء هذا اليوم في حراسة المرمى سالم مروان، في خط الدفاع حسن حمران، ناصر المرشد، صالح المطلق، عبد الله دريس، وفي خط الوسط هاشم سرور، عبد الله الحيمر، صالح اليحيى، في خط المقدمة ناصر الفهد، خالد الهزاع، راشد الدك، حسن حمران ماشي ويدخل عليه خالد الشعبان، يعدي منه ناصر الفهد، يعدي من واحد والثاني ويلعبها هاشم سرور يصلحها لصالح اليحيى، صالح اليحيى كرة معاه يلعبها ناحية الدكان لعبد الله ادريس لصالح يلعبها ناحية صالح المطلق طويلة يلعبها، حصلها ناصر الفهد صوب على المرمى وتمر من جنب القائم وتطلع برا الملعب، ضربة مرمى لصالح اللعيبة، كل واحد يغطي له واحد، تلعب الضربة الركنية ناحية خليل المصري من بعيد، خليل المصري صوب على المرمى، يا سلام، لكن سالم مروان يمسكها، راشد الدكان، وليد الصقري، هذه عادة وداخل ناصر يلعبها عرضية، ناصر وتمر لراشد الدكان يلعبها في القائم وترتد الجول، ماني شايف من اللي حط الجول، لكن هدف الأول للنصر، الكاميرا كانت قدامي ماني شايف مين اللي حط الهدف، وان شاء الله الحين اشوف مين هو واقول لكم. اللي حط الهدف خالد الهزاع يحط الهدف الاول للنصر الضائع من الشوط الاول للمباراه هذه، عاد الهدف، شايفين كره تمر من الحارس تروح لهاشم، يعجلي منها لراشد الدكان يلعبها بشماله تصطدم في القائم وترجع لناصر لخالد الهزاع، عبد الله الحيمر كره معاه يلعبها عرضيه ناحت صالح المطلق طويله قدام ناحت راشد الدكان، يجري راشد وجاري راشد يلعبها ناحت المرمى وتمر من جنب القائم وتطلع برا الملعب، ضربه هاشم سرور ينقلها، يجري على حسن حمران، لكن خالد الشبعان يرجعها، محمد علي حصل يلعبها يصلحها، لكن وليد الصقري يسجل الهدف الثاني في مرماه وتصبح النتيجة 2 النصر لا شيء الطائي في الدقيقة 14، كرة ملعوبة عكسية من حسن حمران، أساس الكرة شايفين لعبها خالد الشعبان لحارس مرماه وكان خايف أنها تطلع ضربة ركنية وراح صدها من الضربة الركنية، راحت لحسن حمران اللي عكسها بسرعة، شايفين حسن بعد ما حصلها من محمد دعيع عكسها، وليد الصقري جاب يمتصها، لكن امتصاصه لها ما كان سليم فراحت دخلت المرمى وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 14 ل عبد الله الحيمر، وترك الضبعان خليل المصري وناصر المرشد يقطعها يلعبها طويلة، يجري ناصر الفهد حصلها ناصر يلعبها في المرمى، جول ثالث للنصر، الهدف الثالث للنصر سجله ناصر المرشد، يا سلام، في الدقيقة 16 ناصر المرشد يسجل الهدف الثالث للنصر من كورة ملعوبة طويلة يجري عليها ناصر الفهد، شايفين ناصر الفهد رغم انه احمد العباد كان اقرب ليها لكن ناصر الفهد كان اسرع، ومحمد الدعيع كان متقدم شوية عن مرمى حصلها ناصر الفهد وبسرعة بشماله يحطها رقم 7 لعب مكان محمد الباحوث، ما نعرف رقم 7 ذا مين، سالم مروان بيوجه خط الدفاع، ضربة ركنية في مربع 8 لصالح فريق النصر، صالح فريق الطائي، تلعب الضربة الركنية وتمر ويمسكها سالم مروان، 24 دقيقة من زمن الشوط الثاني، لا تزال النتيجة 3 النصر لا شيء الطائي، حسن حمران ينقلها ناحت ناصر فهد، يجري عليها ناصر كرة معاه ويدخل ناصر فهد كرة معاه ويحاور ويعدي من وليد والكرة معاه برضه في المرمى، يعدي من وليد والحماد، خالد الصقري كرة مع خالد يحاول يمر من واحد واثنين، برضه الكرة مع خالد الصقري بيحلقوا عليه دفاع النصر بيحاول يمر منهم وفي خطأ لصالح الطائي، ضربة جزاء لصالح الطائي، وليد الصقري
وليد الصقري هو اللي حينفذ ضربة الجزاء لصالح الطائي. يلعبها تصطدم في القائم وترتد مرة ثانية وتروح ناصر الفهد، لكن حصلها خالد الشبعان. تركي الضبعان ماشي بالكرة، تركي عكس كرة ناحية وليد، ما حصلها وليد، تلعب ناحية المرمى وتسكن المرمى. جول جول الطائي في الدقيقة 27. عبد الله العايض يحط الهدف الأول. هذه عادة للهدف، شايفين تعكست الكرة راحت لعبد الله العايض اللي بسرعة في المرمى عالجها بشمال وسجل منها الهدف. عليها خالد الهزاع وراح يعكسها، فعلا يعكسها على راس راشد فهد ويلعبها لهاشم. هاشم كرة معاه يلعبها ناحية ناصر فهد، حاول خليل المصري، ويطلق حكم المباراة عمر الشقير صافرته معلنا نهاية هذه المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.